أعلن وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله الخلف عن الانتهاء من تحويل 27 خدمة بلدية إلى خدمة إلكترونية، وذلك في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية والحد من الحضور الشخصي للعملاء قدر الإمكان لدى مراكز خدمات العملاء الفعلية التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الأخرى أيضا. وأوضح خلف أن التحول الإلكتروني يعد مشروعا استراتيجيا يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022، كما يتوافق تماما مع توجهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن عملية تحويل الخدمات البلدية إلى إلكترونية تمت بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومشيدا بالدعم الذي تقدمه للوزارة في هذا المجال. وقال وزير الأشغال إن الوزارة قامت بوضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل تقني متخصص لتحويل الخدمة البلدية إلى خدمات إلكترونية، كما أنها تعمل على تحويل المزيد من الخدمات البلدية إلى خدمات رقمية ضمن بناء منصة موحدة لاستيعاب جميع الخدمات البلدية في المستقبل القريب.